عاوزة أروح لموضوع تاني ورائع وجميل و بيخليك كده وانت بتتفرج على الفيديوهات الخاصة بالحدث ده تفضل قاعد ساكت كده مستمتع، مستمتع بلحظات هي بيتذكرها التاريخ لحظة واحدة، بتتسطر بحروف من ذهب في تاريخ لعبة كرة القدم. اللحظة دي من اللحظات اللي بتكون صعبة على اللاعب ولكن بتكون ممتعة جدا لكل الجماهير، وهم بيقدروا اللاعب وبيدوله حجمه الطبيعي وفرحانين بيه وبالنجاحات اللي وصل لها وهو في لحظة الاعتزال. إبراهيموفيتش، الحقيقة حابة أتكلم في فكرة الإصرار على النجاح، إصرارا أن أنا أستمر لحد آخر نفس، لحد ما وصلت المدة يعني طويلة قوي من إنجازات ونجاحات تسطر اسمي بذهب في تاريخ وعالم الساحرة المستديرة. إبراهيموفيتش بدأ في سنة 99، يعني أنت بتتكلم في 4 أجيال تبعت اللاعب ده، من جيل السبعينات اللي كان معدل أعمارهم وقت ظهور إبراهيموفيتش 22 و24 و25 سنة، لحد جيل الثمانينات والتسعينات والألفية الجديدة، حتى مواليد العقد الثاني من الألفية الجديدة من 2010 تابعوا وشافوا نجاح وتألق وثبات ومتعة وإصرار على النجاح وأسطورة بمعنى الكلمة. زلاتان إبراهيموفيتش بدأ مع مالمو السويدي، بعدها انتقل لآيكس الهولندي، لعب فترة 3 سنوات زامل فيها نجمنا المصري أحمد حسام ميدو في قيادة هجوم آيكس، كسب معاهم الدوري مرتين، انتقل ليوفنتوس الإيطالي في 2004، لعب معاهم موسمين مع المدرب كابيلو، بعدها انتقل لإنتر ميلان ولعب معاهم 3 سنوات، كسب معاهم الدوري 3 مرات، حصل على لقب هداف الدوري الإيطالي، بعدها انتقل لنادي برشلونة في 2009 في صفقة وصلت ل 65 مليون دولار. لعب موسم واحد، حصل على بطولة الدوري ودخل في خلافات مع المدرب جوارديولا. رجع بعدها إيطاليا بناء على طلب من بيرلسكوني مالك نادي ميلان واللي كان رئيس وزراء إيطاليا، ولعب مع ميلان موسمين، كسب معاهم بطولة الدوري وحصل على لقب هداف الدوري. بعدها انتقل لنادي باريس سان جيرمان في 2012 بمرتب سنوي اقترب من 15 مليون دولار، حقق معاهم الدوري 4 سنوات، ده غير طبعا بطولات الكاس أو كاس الرابطة الفرنسية. وبعدها انتقل لنادي مانشستر يونايتد وهو في عمر 35 سنة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، حقق معاهم لقب اليوروبا ليج عام 2017، وبعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي فضل الانتقال للدوري الأمريكي لمدة موسمين لنادي جالكسي، وفي عام 2020 وهو في عمر 38 سنة قرر العودة لميلان واللي كان بيمر بواحدة من أسوأ فتراته، نجح في 3 سنوات أنه يكسب معاهم بطولة الدوري ويسجل 35 هدف ويلعب معاهم في دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل، لغاية ما قرر أنه يكتب نهاية المشوار مع كرة القدم بعد 24 سنة. بيسجل فيها أكتر من 500 هدف، 500 هدف في أندية عملاقة، متخيلين الرقم؟ حقق أكتر من 30 بطولة مع أندية عملاقة. أتمنى أن قصة إصرار ونجاح زلاتان إبراهيموفيتش تفضل بتتكرر وتفضل عايشة معانا وتكون موجودة عند كتير من لاعبي كرة القدم في مشوارهم، ونكون دايما بنستمتع بالأساطير وتكون الأجيال القادمة بتتعلم منهم. الحقيقة أن أنا ما كنتش عارفة أتوقف عند أنهي مشوار ولا عند أنهي محطة، ولكن كل محطة بقولها بستمتع. كفاية أن أنا بشوف أهداف زلاتان إبراهيموفيتش قدام عينيا،
وبستمتع أكتر وبشوف المتعة والإثارة والروح والإصرار. يعني إيه أسطورة بمعنى الكلمة؟ يعني إيه أسطورة ما عندوش سقف وطموح يوصل لكل الأرقام دي مع كل الأندية العالمية وكان لسه عنده أكتر وأكتر؟ تعالوا نستمتع معاكم بتقرير صوتي عن اعتزال إبراهيموفيتش ونرجع لحضرتكم مرة تانية.